أن تصون مقدرات الشعب وأن تحافظ على كيانه وأيضا أن تحافظ على أمنه وأمانه. فلذلك نستطيع أن نقول أن الحكومة القادمة كل الكتل الآن التي ظهرت ونتائجها لا تستطيع أي من الكتل أن تشكل الحكومة. والسبب في ذلك أن على سبيل المثال كتلة التيار الصدري الآن لديها 70 أو 73 مقعد 70. وكتلة السيد مالك 40 مقعد إضافة إلى الكتل الأخرى المنضوية تحتها أو منضوية معها. هذه الكتل يعني دكتور محمد أنت ده تقصد أنه التيار الصدري وبوجود 70 مقعد بفوزه ب 70 مقعد هو لا يستطيع تشكيل حكومة؟ أكيد أكيد، لأنه تشكيل الحكومة يحتاج إلى 165 صوت. فلذلك لا تستطيع الكتلة الصدرية وحدها أن تشكل الحكومة إلا أن تتآلف مع أحزاب وكتل أخرى، ونحن نعلم بأن هنالك أحزاب قريبة إلى التيار الصدري وهي مثلا على سبيل المثال تقدم أو ينضم إليهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه حضراتكم تعرفون بأن المصالح فوق الكل. كل من يحاول